تستمر فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15، والذي يقام حتى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم. هذا وتقام فعاليات المهرجان في عدد من الأماكن الأثرية كقبة الغور وبيت السناري وقصر الأمين طاز، إلى جانب مسرح الصورة الشمالي، وذلك وسط قبال كبير من الجماهير. على مسرح السور الشمالي تستمر فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15، والذي يقام حتى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم. إنها المرة الأولى لنا التي نشارك فيها في هذا المهرجان الرائع، وهو فرصة رائعة لتبادل الثقافات مع فرق من مختلف أنحاء العالم، فأنا أشعر كأني هنا في بيتي، فأنا أحب الموسيقى والغناء المصري جدا، ومن الجيد لنا أن نتواجد هنا في هذا المهرجان الرائع. احنا الحمد لله بقالنا 5 سنين على التوالي بنشارك مع دكتور نصار عبد الفتاح في مهرجان سماع، وطبعا بنخش ختام وافتتاح، وبيبقى لنا فعاليات في المهرجان زي من ضمنها النهارده، وكان اول امبارح في بيت السناري، والحمد لله يعني كل تجربه بتبقى احسن من الاول. المهرجان جميل جدا وفعالياته حلوه جدا، وكل الفرق اللي فيه ممتازه جدا، يعني من كل الدول بجد، يعني حاجه مشرفه جدا ان احنا نكون مشتركين في مهرجان زي مهرجان سماع. فعاليات المهرجان تقام في عدد من الاماكن الاثريه كقبه الغوري وبيت السناري وقصر الامير طاز، الى جانب مسرح السور الشمالي، وذلك وسط اقبال كبير من الجماهير. الاغاني طبعا والاناشيد هي اغاني تنبع من الفكر الصوفي الروحاني الذي يسمو بالإنسان بروحه وبوجوده ليمثل كامل العبودية لله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون والمتفضل عليه بسائر النعم. زي ما بيحكوا إنه الشعب المصري شعب سميع، سميع يحب الغناء الصوفي، يحب الموسيقى الصوفية، فإحنا تفاجأنا من ذوقيات الشعب المصري لسماعهم للإنشاد الديني خاصة. رسالة سلام إلى العالم يرسلها مهرجان سماع الدولي من أرض مصر المباركة، بما يؤكد على جوهر الأديان من محبة وتسامح وإخاء. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.